FM. الكلمة ليك. تقريبا كي نرجع وعطيتك الوقت باش نسمعك مليح سي عصام تحكي على إصلاح المنظومة الجبائية، التنمية، الصحة، التعليم، هذه الكل يقول قائل بأنه بالمنطق وبالعقل تستوجب على الأقل الموندا الأولانية نصبر على الحكومة هذه، نحكيه على 9 أشهر مرة أخرى. فبالتالي يكون من الـ ممكن المغالاة وأنه نحكيه على إصلاحات هيكلية في التعليم في الصحة ونحن عنا حكومة فيها 9 أشهر المدة. صحيح. أنا أقول إحنا مش نصبر عليها موندا، نصبر عليها دو موندا، غير تورينا البداية. شنو لي كونديسيون؟ أنا تورينا بداية تبدأ تحط نعرف إصلاح الأوضاع يستحيل يكون بعصا سحرية. في عام نغيروا أوضاعنا، أما في عام كنا نجموا نوريوا للتوانسة بداية الطريق ونهاية النفق المظلم اللي إحنا فيه ونراو بداية الضوء والنور. أنا الحكومة لكن إلى الآن ما نراو في حتى إرادة. شنو المطلوب منها سي عصام؟ أن اليوم تطرح ملف مقاومة الفساد ويطلع لنا رئيس الحكومة ويقول راي فما أموال وقدرها ويقدرها ويقول هذه أموال المجموعة الوطنية، سأعمل على ضرب الفساد وعلى استرجاع الأموال هذه من الفاسدين. وهذا التواس يحس لي فما إرادة لإصلاح الإدارة ولمقاومة الفساد. يقول الإصلاح الجبائي يتم على مراحل متفقين، لكن لابد أن يبدأ، لابد أن يعلن عليه. توسيع قاعدة الدفاعية الضرائب، توفير موارد إضافية للدولة، لأنه احنا الاقتراض عنده حدود. تعرف اللي انت اون 2017 تونس مش تكون امام استحقاق الخلاص، خلاص القروض اللي خذيناها بعد الثورة. حتى واحد والله اعلم، نتمنى ان نكونوا قادرين على تسديد الديون نتاعنا، اما حتى واحد ممكن يزيد يعطيك قروض اكثر من اللي عطاونا. لو كيزم نعملوا على تعبئة الموارد الذاتية للدولة، والاصلاح الجبائي هو اهم باب. كل الخبراء في الميدان هذايا اقترحوا على الحكومة وطلبوا منها أن تقوم بالإصلاح الجبائي. فما تردد كبير غير مفهوم. لو رينا ولمسنا، لو رينا مشاريع تنموية في قفصة وفي طوزر وفي سليانة وفي الكيف وفين. أنت عطيت مثال سيدي بوزيد سي عصام، ما هوش مثال سيدي بوزيد؟ وي سيدي بوزيد احنا تعمل علينا على أكثر ممكن من 10 مشاريع توه المدة الأخرى. إن شاء الله نبدأ نراو في الإنجاز نتاعهم، وهذا يعطي ثقة للمواطنين. الكلمة ليك.